عبد المجيد كيراوي دي ليكواد لو فيهم 50 ثلاثة انا عندي في الغدة في القفاش تجي دفعوني هنا المريزو دفعوني عند موين الفنيدة مول مول طباق قال لي الفنيدة انا ما عندناش انا تجي من برا خاصك تجيب فلوس انا ما لقيتش فلوس فعمل ديال الله يخلص ليا الناس يخلصها بالفلوس وخاصني الفلوس باش يدوها لي كان شي محسنين الله تبارك وتعالى ويخلصها لي قلت لك راجل يلا تقريبا عام وانا كان الناس جي العام الطبوا اللي دفعوني جبت شغل في البطا وجا لقوا في السنة عام سنة عام قدي عام قدي كان وانا قوات رجلي شون كونسير رامي قال لك لا اي خلص لك حل وطين الناس فلوس باش تخلص الفنيدة انا ما عنديش من ديك الفنيدة كتجي من برا ما عنديش من الفنيدة قال لك بس دير لك باش تطلع لك الميكروب ديال كونسير ولي ما عنديش من ربي ربي وليدي عندي وليد واحد كيقرا عندي براك شاريها مرتين شاريها كاع مع شباب يجيو دابا باش نلعبو حالة ضعيفة وصلت ممكن هو اللي يجي تعيش معاك وزيرة خاصنا 56 ألف ريال باش تعجبو بوها تكمل تاني يقول بيجي تاني باش تيموت هاد الميكرو جير تاني جير متعدي يقول بتاني جير.